الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام ينضم إلينا عبر الهاتف في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري. أستاذ جميل، يعني متابعة هامة لهذا الملتقى والمعرض الأول للصناعات ومشروع أو مشروعات مبادرة إبدأ، سواء فيما يخص النجاحات التي حققتها فعليا أو فيما يخص المستهدفات لمشروعات قادمة، كيف رأيت هذا الحدث؟ هو طبعا حدث مهم جدا في الوقت الحالي من اجل تدعيم الصناعات الوطنيه ومن اجل سد الفجوه الاستيراديه وتوفير العمله الصعبه. مبادره مهمه جدا، مبادره ابدا اللي اطلقها سياده الرئيس في حفل افطار الاسره المصريه في رمضان الماضي، ومن ضمن مشروعات حياه كريمه اللي هو العمل على التنميه المستدامه داخل الدوله المصريه والاهتمام بالصناعات الوطنية المصرية والاهتمام بالصناعات الكبرى والدعم الدولة المستمر للصناعات الوطنية وأيضا التدريب وتأهيل العمالة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. طبعا في الوقت الحالي احنا شفنا الاهتمام الكبير اللي بيوليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعات الوطنية، لأن الصناعة الوطنية هي قاطرة للمزيد من الاقتصاد المصري ومزيد من الاستثمارات وجذب استثمارات أيضا خارجية. الأهم من ذلك هو توطين الصناعة داخل مصر ونقل التكنولوجيا الخارجية إلى أرض مصر وبدء العمل فيها ووضع مصر على خريطة الصناعات العالمية وخاصة في مجال الصناعات الكبرى والصناعات المتوسطة. والمستهدف من الصادرات انها توصل ل 100 مليار دولار، هو ده الهدف في الوقت الحالي. ولهذا السبب في بنيه تحتيه قويه بدات العمل فيها خلال الفتره الماضيه من اجل طبعا توفير كل الدعم للمستثمرين وكل الدعم لرجال الصناعه داخل الدوله المصريه. والنهارده الرئيس ايضا امر بان البطاقه الذكيه الذهبيه تصدر للصناع في مصر او رجال الصناعه في مصر او المستثمرين القادمين الى مصر. كل ده من اجل العمل على زياده الصناعه في الدوله المصريه وزياده الاستثمارات وتوفير العمله الصعبه وتوفير فرص عمل للمواطنين المصريين. نعم، كيف تتحقق عمليات التكامل بين الصناعات المختلفه؟ يعني زياده المكون المحلي داخل عمليات التصنيع، لكن ايضا كيف تخدم الصناعه الاخرى؟ ومن ثم الاستغناء بشكل كبير عن الفاتورة التي تتكبدها الدولة المصرية في عمليات الاستيراد. هو بالطبع لازم يكون هناك الصناعات الثقيلة الكبيرة داخل الدولة المصرية وأيضا يكون في الصناعات المكملة لها من قطع غيار من مواد صغيرة يتم استخدامها في الصناعات الكبرى. إذا إنشاء الصناعات الثقيلة بجانب الصناعات الأخرى المكملة، صناعة أخرى المكملات الصناعية، كل ده هيقدر يوفر العملة الصعبة وهيحصل التكامل داخل الدولة المصرية في مجال الصناعة وهيوفر علينا أيضا الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة زي ما قلت لحضرتك. وبيفتح أيضا مجال مهم جدا ان المكون المصري يبقى له دور على او محطوط على خريطه الصناعات العالميه، وتبدا هذه المصانع للاكتفاء الذاتي الدوله المصريه وتصدير الى الخارج. طبعا ده هيجلب عمله صعبه للدوله زي ما قلنا، المستهدف 100 نعم. مليار دولار من المنتج المصري. نعم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث يعني بكلمة بليغة تحمل الكثير من المعاني، ابدأ وكمل. فكرة البداية والاستمرارية في مشروعك الذي بدأت به، هو طبعا ده شيء مهم جدا. المهم البداية تكون صحيحة، تكون على أسس صحيحة وعلى حقيقية، وثم بعد ذلك استمرار العمل. يعني أي معوقات أمام العمل لازم في استمرار العمل وجدية الأداء، وطول ما في استمرار وطول ما في جدية في العمل وطول ما المنتج مطابق للمواصفات وطول ما المنتج
الدولة معاه في فت الإجراءات، وزي ما قلنا النهارده سيادة الرئيس يعني أمر كافة الإجراءات أمام المستثمرين وأمام المصانع المصرية. إذن البداية لما تكون صحيح الاستمرار هيكون صحيح، والدولة ستقف بجانب كل من يعمل من أجل النهوض بالصناعة المصرية وتوفير كل ما هو متاح أمامها من أجل الوصول لمنتج أفضل، الوصول لصناعة حقيقية قادرة على أنها تنافس عالميا، وأن احنا عندنا الصناعة وتطوير الصناعة أهم الأشياء في مرحلة تم نقل التكنولوجيا من الخارج من خلال الشراكات العديد من الدول الصناعية الكبرى في العديد من المصانع في الوقت أو المنتج المصري في الوقت الحالي في يعني قليل يصل إلى 40 أو 50%، لكن في المرحلة المقبلة إن شاء الله يجب أن يكون هناك الصناعة المصرية بنسبة 100% من خلال المصانع ومن خلال أيضا مصانع مكملات صناعة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام.